يبقى احنا بنتكلم على كل انواع السكن من الفاخر الى المتوسط الى محدود الدخل. بالظبط يا فندم، سواء عمارات سكنيه احنا بنبنيها او قطع اراضي مخصصه للساده المواطنين او قطع اراضي استثماريه ذات انشطه مختلفه من عمر راي متكامل اللي هو كومباوندز او ترفيهيه او فنادق او طبي مدارس. بالاضافه النهارده كان في الافتتاح، احنا بنفتتح مدينه مكوناتها ايه اللي تم افتتاحها النهارده؟ احنا عندنا مجمع مصالح حكوميه، عندنا نادي رياضي، عندنا مدارس بجميع المستويات من تعليم اساسي حتى المدارس الدوليه، ده كله شغال وبيعمل معانا في المدينه الحمد لله في الفتره الوجيزه ديت. طبعا اللي على النيل اسعاره اكيد اغلى من اللي مش على النيل، ده شيء طبيعي يعني زي القاهره وزي اسوان وزي كل مكان. لا احنا بنتكلم نيل، احنا كمان بنتكلم نيل اسوان، ده نيل اسوان ده ما حصلش زيه يعني، ده يعني هو ده احلى نيل فيك يا مصر يعني. يعني لا حاجه ساحره الحمد لله يعني. طب انتوا يعني الاسعار ايه؟ او يعني دلوقتي انتوا في يعني في قطع للكومباوندز وفي قطع للعمارات الفاخره ثم في مناطق. الحمد لله القماشه تستوعب اي مجال واي فكره جديده او اي مستثمر جاد، اي حد جاد في انه يساعد معانا وينمي، لان التنميه مش هتيجي من الدوله بس، احنا تكالب ما بين المستثمر والدوله والمواطن وجميع المستويات، ان لازم يكون نسيج واحد. المتر بقى بكام يا باشمهندس؟ المهم انا بقول لحضرتك يعني، يمكن حضرتك شفتي بقى الفيلات وشفتي طبعا اخر حاجه كان قطع اراضي مخصصه للساده المواطنين على ما اتذكر يعني، كانت من سنه تقريبا من 2000 ل 2500، مش متذكر حاجه زي كده يعني. طيب دلوقتي هل هل وزاره الاسكان ابتدت تعرض هذه القطع الاراضي ولا لسه؟ قطع الاراضي عرضنا قبل سابق، ويمكن حضرتك شفتي تفقد فخامه الرئيس النهارده كان في مجموعه من الفيلات احنا انشاناها، وده يعتبر اول كومباوند على النيل. ده اول كومباوند على النيل عموما في اسوان صح؟ في مصر اسوان، واعتقد في مصر عموما. في مصر عموما يعني مفيش كومباوندات يعني 150 فيلا ليها استقلاليتها بالشكل ده بالفخامه دي، حاجه عاليه جدا الحمد لله.